أنا بنسب الفضل في حياتي لاثنين ستات، والدتي لأنها هي اللي فتحت لي مجال التعبير عن مواهبي ككاتب، ثم مراتي، لأن لولا مراتي ما كنتش أقدر أكون نفسي أبدا. والدتي السند الأكبر له، ويعني كتب كتير حب الأول وحب الأخير. لما تسكن عرف عملت إيه، قعدت تلف لحد ما جابت نمرة عبد الناصر المباشر اللي هو بيرد عليها وكلمته. شوفي الجراءة وشوفي حبها لجوزها. كانت ست الحقيقة هي مرتبطة بيه ومقتنعة بيه، وبعدين أنا عندي جوابات هي ثابتها، جوابات بينهم من بعض بقى يعني، واخد بالك؟ فبقراها الحقيقة بشوف ازاي اتنين وهو بيقول لها ايه وهي بترد عليه تقول له ايه في الجوابات، جوابات غرامية. إحسان عبد القدوس لما يكتب لحبيبته بقى بجد، مش حبيبته قصص، حبيبته بجد، ويكتب لها ويقول لها انت كل حاجة في حياتي وانا من غيرك كذا، وانا يعني انا تفكيري كله مبني على انك انت اللي سنداني، يعني حاجات وكلام بقى يعني. راح باريس لوحده، فبعد بيقول لها انا في أعلى برج باريس، وهل سمعتيني بنادي عليك. لو طلبت منك تتجوزين توافقي؟ أنا عارف إني قابلتك في ظروف صعبة، ما كانش ممكن في الظروف دي تفتحي قلبك لأي إنسان، عشان كده مش هكلمك عن حبي ليكي، أنت محتاجة لشيء أكتر من الحب، للأمان. كان بيؤمن هو بالحب أساس العلاقات كلها، وده اللي خدناه منه. هو الاول افتكر ان عمته هي والدته، وبعدين لما عرف بقى ان دي والدته بجد بقى مستغرب جدا، لان هي عمته ست محافظه جدا وممنوع تخرج بره، والطقوس اللي في البيت لدرجه انه ما ردوا له عصايه عشان يضرب بنت عمته عشان بصت من الشباك. يعني شوف ليه؟ عشان يبقى حمش، يعني يعلموه انه يبقى حمش. وبعدين يروح عند والدته يلاقيها قاعده ورئيس الوزراء معاها، ودي قاعده وبتكتب ضد الملك يعني ست يعني. فكان مستغرب جدا ازاي الست دي بيحبها جدا وناجحه ومحافظه جدا ومتحرره جدا. فهو ده اللي خلاه يمكن يتعمق في نفسيه المراه. انا من الناحيه العامه كتفكير عام اؤيد ومقتنع بان المراه من حقها ان تعمل اي عمل لانها في شخصيه مساويه للرجل، الا اذا انشغلت بالاولاد، لان تربيه الاولاد في نظري هي شغلانه عامه.